هذا كلام لا يعرفه الإسلام أيها الإخوة. إننا نريد أن نرجع إلى ديننا حتى نشعر بالأمن، والله هذا هو الطريق. ولذلك نحن نريد أن نلتمس من الله عز وجل الأمن. النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعلمنا أن نلجأ إلى الله، الأمة كثير منها نسي ربها وغفل عن ربه. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب إذا به يحاصر، حتى وصف الله عز وجل الأمر بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم واستاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.